تعود أبو ظبي مجددا لأسواق الدين العالمية للمرة الثانية خلال هذا العام، ولكن هذا الإصدار مختلف حيث أنه إصدار في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم تداوله أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية بما يعرف باليانكي بونز. بداية دعونا نلقي نظرة على تفاصيل عودة أبو ظبي لأسواق الدين العالمية. طرح سندات دولارية لأجال تتراوح ما بين 10 لـ30 عاما. الفئة هي سندات اليانكي. سندات اليانكي هي عبارة عن سندات بالدولار الأمريكي لشركات أو حكومات غير أمريكية، ويتم تداولها في الولايات المتحدة الأمريكية. السعر الاسترشادي للطرح كان 90 نقطة أساس فوق عوائد أو سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة لأجل 10 سنوات، و130 نقطة أساس لأجل 30 سنة فوق سندات الخزانة الأمريكية. ولكن لاحقا تم تغيير الأرقام المتعلقة بسندات 30 عاما لتصبح بعائد تقريبا 3%، وهو أدنى النطاق الاسترشادي. حجم الطرح الذي كان متوقعا كان ما بين 2 مليار لـ3 مليارات دولار أمريكي. سنلقي نظرة الآن على التفاصيل الخاصة بالأرقام النهائية لهذا الطرح. بداية نحن نتحدث إذن عن دين مقوم بالدولار الأمريكي. الجهة المصدرة بحكم أنها تعرف باليانكي بونز لن تكون في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نوعية هذه السندات ستتداول داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تقريبا 40% من الإصدارات من ما يعرف باليانكي بونز تأتي من أوروبا وتدرج في هيئة السلع والأوراق المالية الأمريكية. كان لدينا ارتفاع كبير في حجم إصدارات السندات عموما في الدول الخليجية على مر العام الجاري وحتى على العام 2020. لدينا بيئة منخفضة من معدلات الفوائد، الأمر الذي يساعد المقترض في تقليص الكوست أو التكلفة الخاصة بالاقتراض. التعافي الذي شهدناه على أسعار النفط خلال النصف الأول من هذا العام ساهم في خفض مقدار لجوء الحكومات الخليجية لأسواق الدين العالمية إذا ما قارناه بالعام 2020، هذا العام الذي كان صعب جدا على الدول الخليجية بحكم أنها كانت تعرضت لأزمة مضاعفة، أزمة جائحة كورونا وأزمة أيضا وتحديات أسعار النفط. عندما ننظر إلى إذن التفاصيل الخاصة بإصدارات اليانكي بونز من أبو ظبي، تم تغطيتها بأكثر من 3 أضعاف. الإصدار كان بـ3 مليارات دولار، تلقت طلبات بـ9.75 مليار دولار أمريكي. تم تضييق نطاق التسعير إلى المتعلق بسندات 30 عاما إلى مستويات 3%. العائد الذي تم إعطاؤه على هذه السندات هو يعتبر الأقل في المنطقة الخليجية. طبعا هذا الأمر يعتبر إيجابي بالنسبة لأبو ظبي بحكم أنه يقلص من تكلفة الاقتراض. عموما عندما ننظر لأسواق الدين والأسواق الخاصة بالحكومات الخليجية، شهدنا خلال النصف الأول من هذا العام تضييق كبير بتكلفة التأمين على الديون الخليجية أو ما يعرف بالCDSs، وهذا أمر إيجابي جدا. وحتى السبريدز أو الفوارق المتعلقة بالسندات الخاصة بالحكومات الخليجية أيضا تضيقت وكانت من الأكثر تراجعا بالنسبة للأسواق الناشئة، وهذا كله يعتبر أمر إيجابي بالنسبة لأي حكومة خليجية تود التوجه نحو سوق الدين. بالنسبة لاستراتيجية أبو ظبي بأسواق الدين، هذا هو ليس الإصدار الأول خلال هذا العام. كانت حكومة أبو ظبي قد أصدرت سندات بمايو الماضي 2 مليار دولار على أجل 7 سنوات، وسعرته عند 45 نقطة أساس فوق السعر المرجع الاسترشادي لسندات الخزانة الأمريكية. العام الذي سبقه العام 2020 لجأت حكومة أبو ظبي للاستدانة بأكثر من 15 مليار دولار أمريكي. العجز المتوقع بالنسبة لأبو ظبي لهذا العام هو تقريبا 11.7 مليار دولار، ولكن بوجهة نظر فيتش، موديز والعديد من المؤسسات المالية الأخرى، تعافي أسعار النفط سيقلص من حاجة الدول الخليجية للعودة لأسواق الدين. فقط أيضا نذكركم بأن مصادر لسي ام بي سي عربية كانت قد تحدثت عن إصدار محتمل لسندات اتحادية
بالربع الأخير من العام الجاري. تبقى طبعا أبو ظبي لديها ثالث أعلى تصنيف في الدول الخليجية، تصنيف ائتماني لأنها مصنفة دبل أي من S&P ودبل أي 2 من قبل موديز. هذه هي تفاصيل إصدارات الدين القائمة لدى حكومة أبو ظبي حتى نهاية شهر يونيو، وبذلك نكون قد إذن اطلعنا على تفاصيل هذا الإصدار الثاني لحكومة أبو ظبي لسندات دولارية.